بادئ ذي بدء ثمة صبح يتنفس هنا وهنا بغداد مدينة السلام، فسلام على من رحلوا فداء للعراق، وسلام على من يتنفسون الحرية. فيرسم الوطن بيد بناته وأبنائه جيلا بعد جيل بمدرجة الفخار وثورة الوطن لا غيره. يأتي القول الراسخ والعقل الرصين بكلمات ثابتة إحياء لاحتجاجات العراق التي انطلقت في الأول من أكتوبر تشرين الأول عام 2019، وفي ميدان يحمل اسم التحرير، تحرير من الظلم والفساد، تحرير من الفقر والاستبداد، واستبداد السراق أقصى ما يكون. رحل الشهداء وحمل من بعدهم جيل راية الحق فقالوا كلمتهم الأولى. الله الله علم بيدي مو قناول، علم بيدي مو قناول، والله ما جيتك أقاتل، والله ما جيتك أقاتل، أنا أخوك وترمي ليش ظهر تخاطر أعيش. بعدنا ريد وطن، واسم يتصدر منصات التواصل الاجتماعي، وهم المطالبون بالسلم والسلام لا بالقتل والاستهداف والفتنة. وبعيدا عن ركوب موج الثورة الوطنية، فهذا صوت ينادي بما تنادي به الوجوه الساعية نحو الوطن. إذا كان الوطن هو البوصلة، لا شيء غيره، لا شيء قبله ولا شيء بعده. موعد الثائرين ليس مجرد وسم، بل هو شارع تفتح فيه المطالب بالوطن ويقولون بلسان واحد لا هدف لهم سوى البلاد، كل البلاد. فمن يريد الحياة كأنه يريد ثورة ألوانها العراق.